يا ريت. كم مرة ممكن تقوليها باليوم؟ يا ريت اللي كرة مكان. يا ريت عن جد أنا ما بقول يا ريت. بلا بقول يا ريت. لا بقول يا ريت. ما لا خلص. اوكي 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 خلص. عرفت هاي النظره. كنت عم شايف شيء بعد بري خلص. لا خليني اقول احسن ما انت تقول. بقول يا ريت. بقول بس مو كتير يعني. يعني بقول يا ريت على اشياء بسيطه فعلا بسيطه باليوميه. يا ريت هيك يعني. يا ريت لبست هيك ما لبست هيك. يا ريت ريحت حالي ولبست كعب واطي ما لبست كعب عالي. بحياتكم بعملكم بالدراما قد ايه ممكن يكون في يا ريت هالدور كان إلي؟ ولا مرة. بقول يا ريت بعد المشهد كتير. أنا بقول يا ريت بعد الشوت. يعني بيخلص الشوت منصور بعدين بطلع بقول يا الله يا ريتني عملت هيك. بيخطر لي بيشتغل مخي بعد الشوت. بيشتغل بعد ما نصور ونخلص المشهد بيشتغل ببلش فكر بيتفتح خيالي. بقول ليه ما عملت هيك ليه ما عملت هيك يا ريتني عملت هيك. بس أما يا ريت الدور كان إلي حقيقة مو يعني مو انه ما بتمنى ولا دور حدا عمله غيري يكون. لا اكيد كتير ادوار بتمناها لي بس هو ما انه دور انعمل. بقول يا ريت يجيني دور كذا. يا ريت السنة اعمل شيء مثلا تاريخي. يا ريت يجيني شيء كوميدي. بس ما بقول انه يا ريت كان هالدور لي كنت عملت فيه ما بعرف شو. لا ابدا. لان انا بس شوف حدا بالدور ما بقى شوف حدا تاني. تحديدا اذا كان عم يعملوا حلو. بتحسي انه شخصيا عملت اذا كان عم يعملوا حلو ما بقى بشوف حدا تاني. يعني بقول خلص منيح لي مو حدا غيره. فبصير هيك بفكر. طيب اذا بننتقل من يا ريت ولا كلمه تانية قريبه علي شو هي؟ لو لو كلمه كتير صغيره هاي بتقوليها كثير اكيد. لو ما بتقوليها بتعرف كي لما تكون واحد بيقول الكلمه بعدين بينسى معناها. لو يعني لو شو لو ما سويت هيك كان لو ايه قد ايه بحياتك او قد ايه كل يوم في عندك هالمعادله انه لو ما هيك كان صار هيك او قد ايه بتسمعيها بمجتمعنا اللي نحن كثير انه لو ما راح فلان ما كان صار هالحادث. لو ما عجل لو ما بس انا اللي مؤمنه فيه ايمان الحقيقه انه ما في يعني في اشياء بالحياه مرتبه. ما في لو ما راح بالسياره وعمل هيك كان ضل ناطر على الرصيف تاكسي قام دعس والتاكسي. اكيد هيك في اشياء بالحياه تحديدا. ما عم نحكي عن شيء يعني ما عم نحكي عن غباء يعني ما عم نحكي عن شخص انه والله حطيت حالي لو ما حطيت حالي تحت القطار ما كان دعسني. لا هيك اكيد. بس عم بقول انه ما يقول الواحد انه لو ما رحت على القرنة الفلانية ما كان صار معي هيك. لا لأنه بس هالكلمة كتير موجودة بمجتمعنا وبينبنى عليها كتير قصص موجودة. بس قصدي ما في مهرب. يعني في أشياء بالحياة ما في مهرب. خلص في قدر بده يصير. يعني لو ما سويت هيك كان رح يصير شيء تاني. أنا هيك بقول. والأحيانا مثلا بيضع لي غرض أو بكون ماشي بسيارة بعمل أكسيدون صغير بقول يا الله لو ما نزلت معصبة أو كذا ما كنت عملت هالأكسيدون. لا ما بعرف يمكن كنت أعمله على الدرج يمكن كان يكون شيء أكبر كان طلع بغير طريقة وغير محلي يمكن. خلص يعني في شيء بده يصير. في شيء منه منيح اليوم بده يصير صار. أوكي. طب لو تنقلنا لا ليش ليش هاي أنا بقولها كتير. هاي بعترف يعني وصلنا لكلمة يا ريت ولو ما بقوله كتير. بس ليش كتير بقوله؟ ليش أنا؟ ليش فلانة؟ ليش مدري ليش؟ طب ما ليش قريبة من اللو من يا ريت؟ لا يا ريت يعني ليش أنا؟ إنه ليش أنا ما عم بقوله بي ليش أنا مثلا صار معي هيك؟ ليه أنا صار معي هيك؟ معناتها ما بقول يا ريت ما صار معي أوكي معناتها يا ريت لو صار معي هيك. لا عكس بعض. ليش هي اعتراض؟ يا ريت هي تمني. تمني لشيء ما صار او ممكن بدك اياه يصير. ما فوت بحاله التمني بس انا ماني متمرده ودائما في نار شاعله جوا. فانه ليش هيك؟ ليش مو هيك؟ ليش هي هون مو هنيك؟ طب ليه صار معي هيك ما صار معي هيك؟ طب بتذكري لنا مره عن جد وقفتي حدث او شيء صار معك وتوقفتي عنده وقلتي ليش؟ شو بدي اتذكر؟ لا اتذكر عم اقول لك كثير اشياء بقول عليها ليش. يعني
هو تحديدا بتعرف شو، كل شيء بتعرف جوابه. يعني انت كل الاشياء اللي بحياتك اليومية والعملية، يعني ليش رحت، ليش ما رحت، ليش اجيت، ليش فلان، ليش مو انا، ليش انا مو مدري مين، هذول بتعرف اجوبتهم. بس هي ليش، هي ليش اللي من عند الله، ليش ما فيك تلاقي لها جواب، ما فيك تلاقي جواب. ليش، ليش حرب لبنان، ليش، ليه يعني هيك في واقع بيفرض حاله انه شو صار. طب ليش هونيك، يعني شو الفكره، ليش هونيك دائما في مآسي، ليش فلسطين، ليش ما في، يعني ما في جواب منطقي بالاخير، جواب غير مقنع. دائما نرجع لقدر وشيء إيه مكتوب وشيء لازم يصير. هدول الليشات اللي بيسالون، يعني هي هو منه اعتراض اكثر منه تساؤل، ليش هيك يعني ليش. طب نحن بنوقف ليش هون وبننتقل لمحل او مكان اخر بالارت هاوس، تسمعي وقتها شو هي الفقره. تفضلي. دقت قلب، هي سيجمنت انا كتير بحبها. هي سيجمنت بتقربنا شوي من قلب ضيفنا، نعرف عن قلبه ودقاته. بس قبل ما نحكي عن قلبك اليوم ديما، ما نسمع شيء لحد ايه. Thank you ديما. لا بس سوري انا شوي لازم اقول اني كثير متوتره ومتلبكه، لانه يمكن بحياتي ما عزفت قدام كاميرا. بعزف لحالي بالبيت بس ما بحياتي عزفت قدام جمهور او كاميرا. نحن سعيدين انه اليوم اول مره عم تعزفي بي كريستال وانفينيتي. ديما، دقت قلب ولي انت قولي لي. قولي. ما في سؤال. يعني بتصور السيجمنت اسمه ايوه، بدك تورطني لحالي يعني. طب خليني اساعدك شوي. يلا. اول مره قلبك دق كان عمري 14. مين؟ ما بدنا نعرف اسم، ولكن شاب التقيت فيه بتجمع هيك، شو بيقولوا، النشاطات الكنسيه. كنا نروح هيك كورة، أنا كنت بالكورال، فكنا نروح رحلات، نعمل مخيمات، نعمل أحياناً زيارات على جمعيات خيرية، على معاقين، على هيك. فالتقيت بهيك، هيك كان أول مرة بحس إنه، يعني أول مرة بعرف شو يعني هالشعور. قد إيه طول؟ طول لحسيت فيه مرة تانية. فينا نقول انه الحب الاول، الحب الاول المراهق، كان في مراهقه يعني. طيب كلهم بيقولوا وقت بنحكي عن الحب، كلهم بيقول الحب الاول ما بينتسى لا بينتسى القصة. بينتسى وبيجي غيره. ايه طبعا. كم مرة لليوم دق قلبك؟ ثلاث مرات. طب كم صدق وصراحة. طب كم قلب دق لديمة؟
هيدا عجبتني. لا لا.